السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم مستر محمد حسن من قناة مستر محمد حسن ماث. النهارده إن شاء الله ميعادنا مع فيديو نتكلم فيه مع بعض عن حل أسئلة الماث أو الرياضيات بالنسبة لبحث البيئة. طبعا يا جماعة ده هو الجزء الثاني من موضوع الأسئلة، لأن في طلب على الموضوع ده، إن الطلبة بيقولوا هل هناك تكون أسئلة شبه بعض. زي ما قلت يا جماعة ممكن تغير النمبرز الأرقام، ممكن تغير صيغة السؤال بدل ما هو ضرب تعمله اسمه. النهارده إن شاء الله هنركز مع بعض عن بحث البيئة، وهنشوف مع بعض أسئلة للصف الأول والثاني الاعدادي، ونشوف اسئله جديده. يا ريت برضك الناس اللي بتسال في الموضوع ده ان هي تغير من الارقام وتحاول تحط ارقام تانية جديده. طبعا يا جماعه الناس برضك سالت على موضوع اللغه بتاعه الابحاث بالنسبه للجماعه بتوع الماث. طبعا الوزير قال ان كل مدرسه وكل لغه بتكتب اللغه بتاعتها، مثلا الجماعه بتوع المدارس الحكوميه هيكتبوا باللغه العربيه، لكن الجماعه بتوع المدارس اللغات هيكتبوا الماث او الجزء الخاص بالماث بالماث طبعا هو باللغه الانجليزيه. تعالوا نشوف مع بعض كده يا جماعه. اول سؤال عندنا ده خاص بالصف الاول الاعدادي. طب يا جماعه السؤال بيبقى خاص باللي احنا خدناه في خلال العام الدراسي او الصف الفصل الثاني. السؤال يا جماعه هنا بيقول اذا كان عدد سكان مصر في عام 2006 72 مليون نسمه، وعدد سكان مصر في 2020 100 مليون نسمه، احسب الزياده في عدد السكان باستخدام الصيغه العلميه. طب يا جماعه هنا بكل بساطه سؤال بسيط برضه بيعتمد على الحاجه اللي احنا خدناها، اللي هو استخدام الساينتفك نوتيشن او الصيغه العلميه اللي احنا خدناها في الماث او الرياضيات. فلو هنعمل طبعا ماينس هنطرح 100 مليون ناقص 72 مليون هيدينا طبعا 28 مليون، ده الفرق في عدد السكان ما بين عام 2006 وعام 2020. بعد كده هنمسك ال 28 مليون دي هنكتبها طبعا 28 وجنبها 6 صفار، او بنعملها طبعا زي ما قلنا عشان نكتبها بالساينتفك نوتيشن او الصيغه العلميه لازم نبقى العدد اللي موجود ده بيبقى اقل من 10 واكبر من الواحد. طبعا هنا عندنا ال 28 ما ينفعش نكتبها عشان دي اكبر من 10، يبقى هنحط عندها علامه عشريه او بوينت هيبقى 2.8 من 10. طبعا 6 صفار عندنا وصفر من العلامه العشريه اللي حطيناها يبقى هيبقى 2.8 من 10 في 10 مليون او 7 اصفار او 10 مليون. طبعا بكل بساطه طبعا عندنا 7 اصفار، يبقى الحل هيبقى بالساينتفك نوتيشن او بالصيغه العلميه 2.8 من 10 في 10 اس 7، وده هو الحل بتاعنا. ده طبعا سؤال مهم يا جماعه خلي بالك منه، وزي ما قلنا يا ريت الناس تغير في الارقام وتعمل ارقام مختلفه، ما تبقاش النمبر موضوع اسطمبه حاجه واحده، لا غير واعمل سؤال خاص بيك. السؤال يا جماعه خاص بصف السنه الاعدادي برضه بيتكلم عن حاجه احنا خدناها، وهيتكلم هنا عن البروبابيلتي او الاحتمالات اللي احنا خدناها طبعا في الصف السنه الاعدادي. يا جماعه هنا في احدى القرى اذا كان عدد المنازل بها 200 الف منزل، فاذا كان احتمال عدد المنازل التي تم تطهيرها ضد فيروس كورونا هو 0.3 من 1000 او 0.003، احسب عدد البيوت التي لم يتم تطهيرها. طبعا يا جماعه هنا لو خدت بالك ان هو بيتكلم عن ايه الاحتمال زي ما قلنا من شويه. هنا بكل بساطه هنجيب الاول الاحتمال ده اللي هو 0.003 ده بتاع البيوت التي تم ايه؟ التي تم تطهيرها، يبقى هنعمل عدد البيوت او هنكتب كده اهو عدد المنازل التي تم تطهيرها، هنعمل 200,000 في 0.003 او 3 من 1000 هيدينا 600 منزل، ده العدد اللي هم طهروه. هنجيب بقى عدد المنازل التي لم يتم تطهيرها، هنعمل 200,000 ناقص 600 منزل هيدينا 199,400 منزل هيتم تطهيرهم. ده كان سؤال باظ يا جماعه خاص بصف السنه الاعدادي، وفي هنا جزء احنا كنا خدناه من منهجنا اللي هو جزء بتاع الاحتمالات او probability. لو عايزين اسئله تانية قولوا لي في الكومنتات تحت. في النهايه لو الفيديو عجبكم اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وما تنساش تفعل جرس التنبيه جنب كلمه سبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديو جديد. زي ما قلت لكم قولوا لي لو عايزين اسئله تانية خاصه بالرياضيات او بالماث تحت في الكومنتات اللي انتم عايزينه. شكرا لكم، كان معكم مستر محمد حسن من قناه مستر محمد حسن ماث، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.